اهلا بحضراتكم من جديد وباقي فقرات الاهلي خط احمر. وكالعاده احنا دايما هنا بنتناول ما يخص الاراء التحكيميه من كل الوجوه ومن كافه الوجوه، ودايما بيكون عندنا مستندات وعندنا تطبيق قانون وعندنا اراء خبراء تحكيم. لكن المره دي حابين نوجه رساله للكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام. مفادها ان الكابتن عصام عبد الفتاح كان بيشوف من وجهه نظره إن في مشاكل في الأخطاء التحكيمية، وفي مشاكل في تدريب الحكام، وفي مشاكل حتى في تطبيق القانون. فبالتالي المفترض الكابتن عصام عبد الفتاح لما يكون عنده لجنة هو رئيسها، يكون هو المسؤول عن اختيارات أعضائها، ويكون هو المطالب في بداية أكتوبر إن هو يعلن عن اللجنة. فلازم هنا نطرح تساؤل. التساؤل يا فارس، الناس اللي انت كنت شايف ان في اخطاء، ازاي انت بتستعين بنفس الادوات دي لتصحيح الاخطاء؟ بص، انت ككوتش ممكن تشوف ان الادوات ما كانش فيها مشكله، ولكن طريقه ادارتها هي المشكله. لا، المشكله ان كان في اخطاء واضحه في حاجات كتير، وقفنا بالنقاط، وكابتن عصام عبد الفتاح اصلا عنده راي ان كان في قصور كتير جدا. فطبيعي ان اللي بنتوسمه ان كان يكون في تغيير للدماء، يكون في تفكير مختلف، يكون في سياسه واضح. انا جبت ادوات مختلفه اشتغل بيها عشان انجح. هنا كابتن عصام عبد الفتاح بيحط نفسه تحت ضغط، تحت مسؤوليه ان اي خطا هيجي يتقال ما انت شغال بنفس الادوات اللي كانت بتخطئ. وهنا مشكله كبيره جدا لازم كابتن عصام عبد الفتاح يبص لها ويركز عليها. طيب، ده تساؤل من حيث تشكيل لجنة الحكام. عندنا تساؤل آخر من حيث مادة أثارت الجدل، ويمكن الكابتن عصام عبد الفتاح هيشارك معنا في إثارة الجدل حول فهم البعض أو فهم جماهير كرة القدم للمادة دي، اللي هي المادة اللي بتقول أو من اللي هي خاصة بشؤون الحكام وفكرة إعادة المباراة. إذا ثبت باعتراف الحكم في خلال 48 ساعة من نهاية المباراة وقوع خطأ منه في تطبيق قانون كرة القدم، تلغى نتيجتها بقرار إدارة المسابقات وتعاد. المادة دي طبعا كلنا بقينا عارفين ان هي موجودة من قديم الأزل، يعني هي مش مستحدثة، ولكن بما اننا بقينا او شريحة كبيرة من الجماهير بقت بتتابع باستفاضة فكرة اللوائح والقوانين، ورابطة الأندية اعلنت لوائح، فبالتالي الناس وقفت عند المادة دي، وطلع كل خبير تحكيمي يفسر المادة دي وفق ما يتراءى لي. ولكن لما يكون الكابتن عصام عبد الفتاح هو اللي بيفسر المادة دي، فلازم نقف هنا، لأن هنا هو المسؤول عن لجنة الحكام. نشوف تفسير الكابتن عصام عبد الفتاح، عشان بالتأكيد هيكون لنا تساؤل آخر غير تشكيل لجنة الحكام بعد ما نشوف الفيديو. طيب، في بند كده لما قريته امبارح قعدت اضحك شوية، ان لو الحكم اعترف بخطأ المباراه تتعاد. يعني لو في حكم جه مثلا قال انا غلطت في الكره الفلانيه في الماتش كذا، والكره دي كانت مؤثره، المباراه تعاد. بس طبعا على ارض الواقع يعني ما فيش حكم هيقول لك انا غلطت. يعني هي مصر كلها بتتكلم على البند ده. وعلى فكره البند ده موجود منذ الازل، من زمان يعني، من زمان، بمعنى ان وعلى فكره حصل من سنتين تم اعاده مباراتين في القسم الثاني. أيوة. اللي هو الممتاز به. أيوة. ان الحكم ادى انذارين للاعب وما طردوش، فده خطا في تطبيق القانون في عدم المباراه. مثل اخر ان الحكم احتسب ركله جزاء، وده حصل على فكره في ليبيا الشقيقه من سنه في نهائي الكاس. أيوة. كمان. أيوة. في نهائي الكاس ان الماتش خلص تقريبا 1-0 بضربه جزاء، والحكم كتب في تقريره لازم الحكم يعترف، قال ركله جزاء صحيح اللي انا حسبتها. فاعيدت المباراه. يعني البند ده يا كابتن عصام موجود من زمان، مش حاجه جديده يعني. موجود عندنا في التحكيم من زمان يعني، بس ما حصلش عندنا في مصر ان حكم قال لك مثلا انا غلطت، ما حسبت دي غلط. يعني علمي الحقيقه منذ زمن بعيد حقيقه، فتره كبيره قوي حصلت من اساتذتنا طبعا وغوصنا زمان حصل ده، وتم الاعتراف بان مثلا في ركله جزاء ما تحسبش صح على حد علمي يعني، واعيدت مباراه بسبب كده يعني. بس لازم الحكم يعترف بده في تقريره بعد المباراه. الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام
لما جاء يفسر المادة طرح لنا تساؤلات وإثارة من الجدل حول المادة، لأن بعض خبراء التحكيم تحدثوا عن فكرة الخطأ في تطبيق القانون. هو المثال الأول اللي ذكره الكابتن عصام عبد الفتاح، مباراة في الدور الثاني بين المستقبل والنصر، كان الحكم منح إنذارين للاعب وما طردوش، فتم استكمال المباراة بلاعب المفروض أنه يطرد، والحكم كتب ده في تقريره، فبالتالي تم إعادة المباراة. زي بالظبط لو فريق لعب 12 لاعب لفترة من الزمن، ده برضو في خطأ في تطبيق القانون، فبيتم إعادة المباراة. لكن فكرة الاستشهاد بمباراة في نهائي الكاس في ليبيا عن حكم حسب ركلة الجزاء انتهت بها المباراة 1-0، ثم كتب الحكم أو أقر أنه هو أخطأ في احتساب ركلة الجزاء فتم إعادة المباراة، هو ده التساؤل اللي محتاجين إجابة عليه من الكابتن عصام عبد الفتاح، لأن ده هيدخلنا في أزمة إن أي خطأ تحكيمي الحكم هيكتبه تحت ضغوط خلال 48 ساعة إن أنا بالفعل أخطأت، لأننا شفنا حكام اعتذروا، والغريب إن الحكام كانوا بيعتذروا أو بيعتذروا لأخطاء ضد النادي الأهلي، سواء حكم مصري طبعا كان بيخرج للاعتذار في أكثر من مناسبة لأخطاء ضد النادي الأهلي، أو حتى حكم أجنبي جاء في مباراة السوبر الشهيرة بين الأهلي والزمالك اللي انتهت بركلات الترجيح، ركلة جزاء ضد محمود حمدي الونش أمام أحد لاعبي النادي الأهلي في ذلك الوقت، ولم يحتسبها ركلة جزاء، وبعد كده الحكم بعد المباراة شاف الفيديو وقال إن أنا ركلة جزاء وأنا ما خدتش بالي. فهنا الإثارة للجدل يا فارس، يعني إحنا جايبين الكابتن عصام عبد الفتاح يزيح عننا أو يزيل عننا إثارة الجدل، أعتقد أثر الجدل. هو في شيء خطير في الشق الثاني من التفسير. ليه؟ زي ما انت قلت، مباراة الخطأ القانوني بمعنى لاعب كان المفروض يطرد وما اطردش، مش يطرد فنيا او القرار اتخذ انذار بدل طرد، لا ده الانذار الثاني فلازم يطلع لك طرد، انا اديتك الانذار الثاني وانت كملت جوه الملعب. هنا ده خطأ في تطبيق القانون يستوجب إعادة المباراة، وطبيعي الحكم هيذكره في تقريره. عندنا واقعة لو نرجع ليها، وهنا يعني كان ممكن تطبيق البند ده عليها، كان مباراة الزمالك ونهضة بركان، كان جنش تقدم وعنده إنذار في ركلات الجزاء، كان مفترض ياخد إنذار تاني وركلة الجزاء تعاد، لا يا ركلة الجزاء أعيدت وما خدش الإنذار التاني اللي كان الإنذار التاني يستوجب طرده. فهنا لو كان الحكم، وعلى فكرة الحكم ما ذكرش في تقريره ففوز نادي الزمالك صحيح. ليه ما ذكرش في تقريره؟ احنا بنتكلم هنا أصلا مش ناسي، هو مد يده على جيبه ورجع تاني بالظبط. احنا هنا بنتكلم عن تطبيق القانون، يعني الحكم لو ذكر في تقريره ان هو كان مفترض القانون بيقول ان في حالة تقدم يحصل كذا كذا، فطبيعي اللاعب كان هيبقى عنده انذارين ما خدهمش وأثر على نتيجة ركلات الجزاء فالمباراة تعاد. هنا عايزين نقول لكم ان حتى لو القانون في خطأ فيه وفي تطبيقه والحكم ما ذكرش ما تعادش. ايه بقى الخطورة في الشق الثاني اللي قاله كابتن عصام؟ احنا عايزين بس قبل ما نعدي النقطة دي نوضح ان القانون اتغير، اصبح الان فكرة اعادة ركلة الجزاء، كان الاول وقتها اعادة ركلة الجزاء وياخد الحكم انذار. طبعا ده وقتها كان المادة 10 عشان لو حد جاي بيراجع عن المادة دلوقتي. احنا بنتكلم وفقا لمعطيات طبعا القرار في الوقت ده، ولكن ايه بقى الخطوره في اللي اتقال؟ انت هنا عندك لو ركله جزاء، اولا انت عندك فار، فاذا الحكم طلع وشاف اللعبه وكون وجهه نظر فيها، اصبح هو داخل الملعب عنده القرار اللي خده جوه الملعب والقرار اللي رجعه في الفار. طب لو هو شاف الفار وايد قرار الفار ورجع بعد كده غير في تقريره تقييمه لقرار في لعبه مش قانون في لعبه، ده مش قانون، هنا ده ممكن يفتح باب كبير جدا من اللغط، ده انت في الملعب خدت قرار وفي الفار شفت ورجعت كتبت حاجه بعد 48 ساعه هنعيد الدوري في التقرير التقريب. لا هنا هندخل في طبعا حاجه ممكن تبقى نسبيه غير مطلقه بالمره تتسبب في افشال المسابقه، على عكس الخطا في القانون واضح ما فيهوش اجتهاد. بالتاكيد يا فارس، ولكن عندنا ايضا لائحه فكره لو تم الغاء المسابقه. طبعا كنا بنصل لفكرة المواجهات المباشرة، أو كان الجدارة الرياضية بنجيب عدد النقاط نقسمهم على عدد المباريات فبيطلع نسبة معينة أو رقم معين، النادي الأكثر حصولا على الدرجة دي هو اللي بيحقق بطولة الدوري. الوضع دلوقتي اختلف وقال لو تم إلغاء المسابقة تحت أي بند تحت أي ظرف هنصل إننا نشوف آخر أسبوع مكتمل ونشوف عنده ترتيب جدول الدوري. بمعنى لو المباراة أو البطولة تم إلغائها في الأسبوع 30 وفي فريق لعب 27 مباراة، هنروح للأسبوع 27 ونشوف ترتيب المباراة
بالتالي انا من وجهه نظري يعني انها مش تفرق كتير عن بند الجداره، وعندنا ثقه كامله ان مسابقات الدوري لازم تستكمل، لان ده وجهه لكره القدم المصريه، وصعب جدا فكره الالغاء. لكن احنا عندنا برضو كابتن عصام فتحي فارس في قضيه اخرى وحديث عن ازمه الفار. هو ده يدلل على اللي احنا قلناه، وده يدلل على رسالتنا الهادئه لكابتن عصام عبد الفتاح، وهي ان هو يحسن اختيار سفرائه. اكيد الجمله الشهيره اللي انت عارفينها، تعالوا نقيم كان شايف الفار ازاي الموسم اللي فات، عشان نقدر نفهم من خلاله هو محتاج يبقي على اللجنه اللي كانت موجوده ولا يعمل تغييرات جذريه. نشوف الفيديو. فانا اقول لك حاجه اثرت بالسلب شويه على التحكيم العام الماضي، ايه هي؟ ان احنا اهملنا الجانب الفني، وكان الفار هو اللي هيصلح كل حاجه، كان الفار ملائكه بيصلحوا كل الاخطاء، وده غير صحيح. الحكم الجيد هو اللي لا يعتمد على الفار، اللي الفار يتدخل في اضيق الحدود في عمل، هو ده الحكم الجيد. عندك 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 كم حكم اللي انت بتتكلم عليه؟ هو فيه، بس احنا اهمال الجانب الفني ده ادى الى الحكم يبقى من جوه مهمل، فاكر ان الفار ده هو اللي هيصحح له كل حاجه. ما الفار ده حكم زيك، وممكن يكون انت احسن منه في تحليل الصوره. فمن هنا وقع بعض الاخطاء. يعني عندك كم حكم؟ بص يا سيف، احنا عندنا حكام كويسين، ولكن ما زال التحكيم المصري يحتاج الى صف ثاني، وده اللي احنا بنشتغل عليه. الصف الاولاني عندك كم واحد؟ عندنا يعني حكم الدوري الممتاز حاليا، يعني اي مباراه 12 حكم، اي مباراه يعني بقول لك اصعب المباريات 12، بنحاول يكون في 12 زيهم موجودين. كابتن عصام، احنا عندنا فقره فار روم هتمشي معانا على مدار الموسم، نتمنى حكام حضرتك ولجنه التحكيم ما يكونوش ضيوف كتير فيها، لان احنا اكتر نادي مستفيد من العداله التحكيميه، لأن قانون الدوري المصري هو النادي الأهلي البطل، إلا لو حصل استثناء ربما يحدث قليلاً.